في مدينة مرسيدس شمال الأرجنتين يقصد هؤلاء الحجاج مرقد غوشيتو جيل الذي تروى عنه آلاف الأساطير ويعرف بلباسه الفولكلوري الشبيه بالبطل روبن هود، ويعتقد الحجاج أنه قادر على اجتراح المعجزات، لذا هم يقصدونه في الثامن من كانون الثاني سنويا في ذكرى إعدامه عام 1878 طالبين بركاته. نريده أن يسير مجددا، هو لا يستطيع المشي. إنه جزء من حياتي، أفكر وأصلي له كل يوم، هو لا يتخلى عني أبدا، يحميني وعائلتي. هؤلاء الحجاج قطعوا مسافات طويلة عبر السيارات وعلى متن الأحصنة حاملين الشموع والصلبان. الكنيسة لم تعترف أبدا بغوشيتو جيل كقديس، لكن مؤيديه لا يشكون بقدسيته أبدا. بالنسبة لي هو قديس، إنه مقدس، يشفي، زوجي كان يخضع للعلاج والآن لا يحتاج لذلك. أعتقد أنه أنقذ حياتي، طلبت أشياء أخرى من قديسين آخرين، هو فقط أصغى إلي. مؤيدو جيل يزدادون سنويا، وزيارة مرقده تحولت إلى موسم اقتصادي مزهر، وعلى مدى السنوات العشرين الماضية لم تحدد الكنيسة الكاثوليكية مكانا للزوار ليتجمعوا فيه. الكنيسة تنتظركم، هيا بنا. هذه السنة تحاول أبرشية مدينة مرسيدس الإمساك بهذه الظاهرة، وقررت شراء أرض أمام مرقد جيل لاستيعاب حشود الناس. نشهد ذلك كل عام والأمر يزداد سوءا، فلا مكان للمصلين، لكن هذا قرارنا. قد يكون غوشيتو جيل قديسا وثنيا، لكن محبيه يطلبون منه تبريك هذه المياه المقدسة قبل أن ينتقلوا لإكمال طقوسهم الاحتفالية في ذكرى رحيله.